طيب نكمل. هسه بنحكي عن شو؟ عن الكرايتيريا used in erythroid precursor identification، يعني شو هي المقاييس اللي انا بفرق فيها هدول البريكورسر هدول عن بعض. شو بهتم انا؟ بهتم بالسيل سايز، بهتم بالنيوكلياس، وبهتم بالسيتوبلازم. السيل سايز يعني بيكبر ولا بيصغر مع الوقت؟ طبعا حنلاحظ انه بيصغر مع الوقت. النيوكلياس بهتم بالكروماتين باتر، هل هو هيك فلافي ولا هل هو كلامت، يعني في كتل يعني زي هيك مثلا، ها بس في هيك هون تكتل وهون تكتل وهون تكتل، ولا كوندنسد على بعضه هيك. هذا الاشي اللي بهتم فيه، هذا معنى كروماتين باترن. تمام. السايز يعني هل النيوكلياس كبيرة ولا صغيرة. النيوكلياس تو سيتوبلازم ريشيوم نسبتهم لبعض، والنيوكليوي هل يعني وجود النوية من عدمها، هل هي موجودة ولا لا. تمام. والسيتوبلازم شو يعني كلار؟ يعني لما أنا أصبغه عند الصبغ هل هو بيكون لونه أحمر أم أزرق؟ طبعا في تدرجات بينهم. الأحمر بيأشر لي إنه السيتوبلازم ماله قاعدي، سيتوبلازم قاعدي. الصبغة إذا طلعت الصبغة زرقاء يعني السيتوبلازم ماله حمضي. طيب هسه المورفولوجيكال ايدنتيفيكيشن اكيد حيعتمد على الصبغه، زي ما حكينا هون مثلا انا من لون السيتوبلازم ححدد شو هاي الخليه الموجوده عندي، فعشان هيك لازم الصبغه تكون منيحه اكيد. تمام. اكيد انا بعمل كيرفل اكزامينيشن للنيوكلياس والسيتوبلازم عشان احدد شو الخليه الموجوده عندي. هذا الحكي نفس الحكي اللي حكيناه هون. هسا بده يفصل لي بالنيوكليار تو سيتوبلازم ريشيو. النيوكليار تو سيتوبلازم هاي النسبة بتقل مع الوقت، يعني النيوكلياس بتصير صغير كتير حتى تنطرد لبعدين، لأنه حكينا الإريثروسايت ما فيها نواة والسيتوبلازم بكثر. ف هون يعني بفهمني شو هي، بحكي لي إذا كان الأرياز تبعون النيوكلياس والسيتوبلازم تقريبا متساويات، النسبة بينهم بتكون واحد لواحد. إذا كانت النيوكلياس الأريا أو البروبورشن تبعتها أقل، فبتكون النسبة واحد اللي هون هون مكان النيوكلياس واحد لخمس، يعني السيتوبلازم أكتر. تمام. وهكذا، بس يعني ما في إشي. هذا إذا كانت النيوكلياس أكتر نسبتها بتكون ثلاث لواحد. طيب